السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين بخصوص الدوال اللوغاريتمية والدوال الأسية. دونك غادي نشوفوا هاد الدالة اف، غادي نحاولوا نديروا تمثيل المبياني ديالها. وقبل التمثيل المبياني غادي ندوزو من مجموعة ديال المراحل، منها اننا نبينوا ان اف كتكتب على هاد الشكل هذا، اننا نغيروا من الشكل ديال اف، والدراسة ديال الزوجية ديال الدالة، وحساب النهايات، ودراسة التغيرات ديال الدالة اف. وغادي ندوزو لابارتي الثانية اللي فيها واحد الدالة جي اللي معروفة على هذا الشكل هذا. دونك نتحققو من جي انها كتساوي اف دو ال ان دي دو اكس، والاستنتاجات ديال التغير ديال جي، يعني غادي نشوفو علاقة ما بين دو فونكسيون، يعني مهما اننا كنحسبو فونكسيون بدالة دالة اخرى، وخص تحقق لنا شي خصائص خصو يتحققوا لنا في هاد لي فونكسيون هادو ما بين اف و جي وهاد الالين هذا بالضبط، وغادي نستنتجوا شي امور. دونك نبداو على بركة الله بالتصحيح ديال هاد التمرين هذا. دونك لنبين ان اف كتكتب على داك الشكل اللي عطاونا، انها كتساوي موان زان دومي اكس بلس بلس ln ديال 1 بلس اكسبونسيال اكس، مفهوم؟ دونك عندي اف دو اكس كتساوي ليا في المعطيات، عطاوني انها كتساوي 1 دومي اكس بلس ln ديال 1 بلس اكسبونسيال موان اكس، ياك الشباب؟ انا عندي هنا ln ديال 1 بلس اكسبونسيال اكس، ياك؟ دونك غنحاول انني نسامبليفي هاد اللي لداخل 1 سور 2 اكس بلس ln، باش تحاول تبان ليا شي شويه. عندي اكسبونسيال موان اكس هي 1 سور اكسبونسيال اكس، ياك؟ هي اكسبونسيال اكس بلس 1، ياك الشباب؟ هادي اللي لداخل كتعطيني هي 1 بلس 1 سور اكسبونسيال اكس، ياك؟ وغادي نحاول نعمل بالاكسبونسيال اكس، انا بغيت هادي تخرج ليا بحال دابا هاد لابارتي راه خرجت ليا، ولكن ln ديال، يعني كيف ما كنعرف ان ln ديال a سور b كيساوي ليا هو ln ديال a موا ln دو b، ياك الشباب؟ نفس القضية عندي انا هنا، يعني ln ديال فونكسيون على فونكسيون، اش كيساوي لي على هاد الحساب؟ 1 سور x بلس 1 دومي x بلس ln ديال لابارتي الفوقانية اللي هي اكسبونسيال x بلس 1 بلس او موا ln ديال اش؟ ديال ليكسبونونسيال اكس، مفهوم الشباب؟ سيتادير كو 1 سور 2 اكس بلس ln ديال ليكسبونونسيال اكس بلس 1 موان، كيف ما كنعرفو ln اكسبونونسيال اكس كيساوي ليا ديريكتومون اكس، ياك الشباب؟ و اكسبونونسيال ln دو اكس كيساوي ليا ديريكتومون اكس، ياك الشباب؟ حيتاش ليكسبونونسيال هو الدالة العكسية ديال ln، وكيف ما كنعرفو اف موان زان ديال اف دو اكس راه هي اكس، و اف دو اف موان زان دو اكس اللي هي اكس، مفهوم الشباب؟ دونك بهاد لابارتي هنايا عطيني موان، غتبقى على برا ln اكسبونسيال اكس كيف ما شفنا اللي هو كيساوي ليا اكس، يعني موان اكس، ياك الشباب؟ يمكن لي دابا نجمع هاد موان اكس مع هاد ان دومي اكس نفاكتوريزي باكس، و ان دومي موان زان صافي موان زان دومي، مفهوم؟ بلس ln ديال اكسبونونسيال اكس بلس 1، مفهوم الشباب؟ دونك اف دو اكس توصلنا للحل اللي بغاو اللي عطاونا، اللي هو هذا اف دو اكس كتساوي موان زان دومي ln ديال 1 بلس اكسبونونسيال اكس. ندوزو السؤال الثاني، هو الزوج دراسة الزوجية ديال الدالة اف، كيلكو سوا اكس ينتمي الى اغ او بالاحرى موا اكس، حيتاش اصلا مجموعة التعريف ديال الدالة اللي هي اغ، مفهوم؟ باش نبين بان اف زوجية او فردية او بالاحرى لدراسة زوجية الدالة اف كندرس اف موان اف دو موا اكس، كتعطيني دو كا، الى عطاتني اف دو اكس دونك بار زوجية، الى كانت موا اف دو اكس كتعطيني امبير فرضيه، مفهوم الشباب؟ دونك كيلكو سوا اكس كيلكو سوا موان اكس ابارتون اف، نحسب اف دو موان اكس،
وحنا توصلنا من قبل ان اف دو اكس كتكتب لي على هذا الشكل هذا، فهم؟ دابا حنا غادي نحاول نستعملوا غير هاد الداله هذه، هي اللي كاتبه لي اسهل، فهم الشباب؟ دونك فين ما كبانت لي اكس نعوضها بموان اكس، دونك صافي موان زان دومي مضروبه في اكس غادي نعوض بموان اكس بلس ln ديال اكسبونونسيال فيما بانت لي اكس نعوضها بموان اكس، دونك هي اكسبونونسيال موان اكس، هنا عندي اكس تولي موان اكس بلس مفهوم اش غادي تساوي ليا، اللي هي ان دومي اكس بلس ln ديال ان بلس اكسبونونسيال موان اكس، بحال هادي بحال هادي، راه غير سبقت هادي وتاليت الاخرى مفهوم، غير بغيت نبينها ان هذيك ان هي نفس هذيك الداله اللي حاول اللي بدينا بها باش بينا هذه، يعني نفس هذه مفهوم، يعني اف نفسها ها هي اف ها هي اف رجعنا ليها عاوتاني، يعني اف دو موان اكس كتساوي ليا اف اف دو اكس مفهوم الشباب، دونك اف دو موان اكس كتساوي لي اف، وكيف ما قلنا بان اف دو موان اكس الى عطاتني اف دو اكس راها زوجيه، دونك اف دالة زوجية مفهوم الشباب، ندرسو دابا النهايات، النهايات في بلوس لانفيني وفي موا لانفيني، دونك السؤال الثالث حساب النهايات في بلوس لانفيني وفي موا لانفيني، نبداو الليميت في بلوس لانفيني، دونك كيف ما كنعرفو بأنها دالة زوجية يعني كتكون متماثلة بالنسبة محور ديال محور الأراتيب مفهوم، يعني الشكل اللي عطاتني على اليمين غتعطيه ليا على اليسار، كانت دالة فردية كتكون دالة متماثلة بالنسبة للمر أصل المعلم مفهوم، دونك ماشي مشكل حنا نديرو نحسبو ليميت ديال اف دو اكس بلس لانفيني ونحسبوها في موال لانفيني غنلقاو بأنها نفسها، دونك ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس اللي هي ليميت بلس لانفيني غنخدمو بلا بارتي التانية، يعني موان ان سيغ دو اكس بلس ln ديال ليكسبونونسيال اكس بلس ان مفهوم، دونك عندي هاد لابارتي هادي ليميت في بلوس لانفيني شنو كتعطيني، عندي هنا ليكسبونسيال في بلوس لانفيني كتعطيني بلوس لانفيني، بلوس لانفيني بلوس ان صافي ان صافي بلوس لانفيني، ال في بلوس لانفيني دونك سي في بلوس لانفيني مفهوم الشباب، مع هاد موان زان دومي تعطيني موان لانفيني، يعني بلوس لانفيني موان لانفيني شكل غير محدد، ولكن باش ما نعذب راسي بزاف غادي نحاول انني نجبد ليميت في موان لانفيني، ليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس، وكيف ما قلنا بانها داله متماثله بالنسبه للمحور ديال الاراتيب، يعني ليميت في بلس لانفيني كتساوي ليميت في موال لانفيني مفهوم الشباب، يعني كانت الا كانت طالعه في بلس لانفيني غتكون طالعه في موال لانفيني او نازله جايه نازله، يعني نفس الشكل يعني متماثله، يعني عندما يقول اكس الى موال لانفيني دونك اف تؤول الى بلس لانفيني، واذا كانت كتؤول الى بلس لانفيني اف تؤول الى بلس لانفيني مفهوم، هي الليميت ديالاش بلس لانفيني ديال موان زان دومي ديال اكس بلس ليميت بلس لانفيني ديالاش ديال ln ديال اكسبونونسيال ديال اكس بلس ان مفهوم، هاد لابارتي هادي كتساوي ليا موان لانفيني ياك الشباب، وهاد لابارتي هادي كيف ما قلنا بان اكسبونونسيال اكس بلس لانفيني او بالاحرى في موان لانفيني اسمحوا ليا في موان لانفيني في موان لانفيني تعطيني هنا بلس لانفيني، وهنا في موال لانفيني ديال اكسبونسيال اكس كتمشي ليا لزيرو مفهوم، يعني تبقى ليا الين دو ان، الين دو ان صافي زيرو، دونك يعني هاد لابارتي هادي كتمشي ليا كامل لزيرو، يعني تبقى لي غير هاد ليميت في بلس لانفيني مفهوم الشباب، يعني ان ليميت في موال لانفيني ديال اف دو اكس تعطيني هي اف هي بلس لانفيني، هذا هو الاستخلاص الاول، كيف ما قلنا بان اف داله زوجيه يعني امبليك ليميت اصلا في بلس لانفيني ديال اف دو اكس كيعطيني يعني نفس الحل بلس لانفيني مفهوم الشباب، دونك ندوزو دابا للسؤال اللي من بعد اللي هو دراسة التغيرات ديال الدالة اف، دراسة التغيرات الدالة اف، دونك باش ندرسو التغيرات ديال الدالة اف يعني كنحسبوا الاشتقاق كيلكو سوا اكس ينتمي الى اغ اف بريم دو اكس تساوي، ولكن قبل من هذه القضيه هذه كنحاول انني ندير واحد السطر ديال الشرح، هو ديال انني ضروري خصني نكتبها في الامتحان
فهم السبب ضروري في الفرض في الامتحان خصك تعود راسك انك تكتب هذه القضيه هذه، ان اف قابله للاشتقاق، يعني قبل ما تدرس الاشتقاق او تحسب المشتقه كتكتب هذه العباره هذه، ان اف قابله للاشتقاق على اغ. علاش؟ لانها مجموع ومركب دوال قابلة للاشتقاق، مفهوم؟ ماشي كتكتب هذه ما بحال هكا، يعني اصلا حنا عندنا دوال اعتيادية قابلة للاشتقاق، وهاد الدوال الاعتيادية هما راه معطيين عندنا بحال دابا الالين راه قابلة للاشتقاق، الاكسبونسيال عندنا قابلة للاشتقاق، حدودية او معادلة بحال هذا الشكل هذا يعني ان دومي اكس راه قابلة للاشتقاق، كاع هاد لي كونديسيون هادو راه كاع هاد لي فونكسيون هادو راه قابلين للاشتقاق، وعندنا راه مجموع دوال ومركب يعني الين ديال واحد الدالة اخرى اللي هي اصلا حتى هي قابلة للاشتقاق، والالين حتى هي قابلة للاشتقاق، المركب ديالهم قابل للاشتقاق، مفهوم الشباب؟ دونك مجموع دوال مركب مجموع ومركب دوال قابل للاشتقاق على حسب الدالة كيفاش عطاوها لينا، مفهوم؟ يعني هاد العبارة هادي ماشي كتحفظ وكتعطى، يعني على حسب الفونكسيون كيفاش دايرة، مفهوم؟ دونك اف بريم دو اكس اش كتساوي ليا اللي هي موان زان دومي اكس بلوس ln ديال اكسبونسيال اكس بلوس ان، كندير ليها المشتقة، سيتادير كو اف بريم دو اكس كيساوي ليا لا بارتي الاشتقاق ديال لا بارتي الاولى اللي هي موان زان دومي بلوس المشتقة ديال التانية اللي هي كنزل داكشي اللي كاين في الداخل ديال اكسبونسيال او في داخل ln، وكندير الاشتقاق ديال داكشي اللي داخل اللي هو كيف ما عرفنا بان الاكسبونسيال اكس المشتقة ديالو اللي هو نفسه، يعني اكسبونسيال اكس على اكسبونسيال اكس بلس، مفهوم الشباب؟ دونك باش نعرف التغيرات ديال هاد الدالة هادي يعني خصني نحسب غير المجموع ديال هادو، نحاول انني نجمعهم ونشوف لي اكسبونسيال اكس بلس 1 فوا 2 هذا هو المقام الموحد، موان اكسبونسيال اكس بلس 1 بلس 2 اكسبونسيال اكس، سيتادير كو 2 عامل لي اكسبونسيال اكس بلس 1 فوا هاد لا بارتي هادي، دونك اكسبونسيال اكس موان اكسبونسيال اكس بلس 2 اكسبونسيال اكس سيتادير اكسبونسيال اكس، مفهوم؟ ناقص 1، مفهوم الشباب؟ دونك عندي هاد الدالة هادي لتحت ديالها تخالف لي الزر، يعني معرفة كاملة، يعني ما عندي حتى شي إشكال وأصلا بوزيتيف، مفهوم؟ دونك إشارة إف بريم هي إشارة هادشي اللي الفوق، يعني هاد البوست هذا، مفهوم؟ خصني نحاول ندرس غير هادشي اللي الفوق، إكسبونسيال إكس، دونك إكسبونسيال إكس كيف ما كنعرفو دالة تزايدية قطعا، وموجبة، مفهوم؟ يعني غنحاول ندرسها بدالة أو مقارنة بهاد واحد هذا، يعني غادي نحاول ندرس اف بريم دو اكس وقتاش كيساوي ليا زيرو، شنو هما الشروط ديال اكس او اكس لاش كينتمي ليا باش يحقق ليا هاد لا كونديسيون ايكيفالون، كو باش تكون اف بريم كتساوي ليا زيرو يكفي ان اكسبونسي اكس موان زان يكون كيساوي ليا زيرو، فهم؟ يعني ايكيفالون كو ليكسبونسيال اكس يساوي ليا 1، واش من حالة ليكسبونسيال اكس كيساوي ليا 1 في الزيرو، عندما كيساوي ليا اكس زيرو اكسبونسيال زيرو كيساوي ليا 1، مفهوم؟ يعني اكسبونسيال زيرو كيساوي 1، يعني شنو هو الحل ديال هاد الدوال ديال هاد المعادلة هادي دابا حتى دابا ولات لنا معادلة، يعني اكس خصو يساوي ليا زيرو، مفهوم؟ يعني اف بريم دو اكس يساوي زيرو يكافي ان اكس كيساوي زيرو، يعني في النقطة ذات الإحداثية زيرو اف بريم تساوي زيرو، أو هندسيا أن اف بريم تقبل مماسا أفقيا، مفهوم؟ يعني إما غتكون الدالة تناقصية تلدك اف بريم دو زيرو اف بريم دو اكس في هاد اللحظة هادي كتساوي ليها زيرو، يعني في هاد الأفصول هذا غيكون مماس أفقي، يا إما جاي من الفوق وطالع يا إما طالع ونازل، مفهوم الشباب؟ غندرسو من بعد غنشوفو كيفاش. دونك في النقطة ذات الإحداثيات إكس إيكغيك اللي كتساوي لي زيرو إف دو زيرو، غادي إلا حسبناها موان زان دومي فوا إكس تعطيك زيرو، إلين دي إكسبونسيال زيرو صافي أن، يعني إلين دو دو
في هذه النقطة هذه تقبل مماسا أفقيا، ولكن خصنا نشوفوا واش من قبل من هاد البوان هذه، واش موان ولا بلوس. كيف ما كنعرفوا بأن الإكسبونسيال دالة تزايدية أو موجبة قطعا، يعني سي سوفيزون كو اف من بعد هاد البوان هذه غادي تكون بوزيتيف. مفهوم الشباب؟ يعني أي عدد، كمثال بغيت نشوف أن من بعد هذه النقطة هذه، من بعد النقطة زيرو في الأبسيس، يعني في محور الأفاصيل، خديت زيرو عطتني بوان أو مح أو أو مماس أفقي، ما عليناش. دونك هاد إف بريم هادي إلا عوضت بأي عدد من بعد الزيرو، غير بيني مع راسي بغيت نتأكد عوضت بواحد ولا بدو ولا بكات ولا، باش ما عوضتي غادي يكون اكبر قطعا من هاد الان هذا، مفهوم؟ غادي يكون اكبر من واحد، ويعني سوفيزون كو اكسبونسيال اكس موان زا غادي يكون اكبر من الزيرو، مفهوم؟ يعني انا الداله من بعد هاد البوان هادي غادي يكون بوزيتيف، مفهوم؟ يعني اف بريم دو اكس اكبر قطعا من الزيرو او موجب في حاله اذا كان اكس اكبر قطعا من الزيرو، مفهوم؟ في النقطة زيرو عندي ln دو كتساوي لي ln، المهم معليناش، f بريم كتساوي لي زيرو في النقطة زيرو، و f بريم دو x انفيريور ستريكتومون ا زيرو في حالة إذا كان x انفيريور ستريكتومون ا زيرو. وفي حالة f بريم كيف ما شفنا من قبل في هاد لابارتي هادي، أن f بريم دو x كتساوي لي زيرو إذا كانت x كتساوي لي زيرو، مفهوم؟ انطلاقا من هاد الخلاصة اللي توصلت، يمكن لي رسم جدول التغيرات، جدول تغيرات الدالة اف اللي كترسم لي على هذا الشكل هذا. يمكننا نرسموه يعني اكس موان لانفيني صافي بلوس لانفيني سي، دونك زيرو في البوان اللي كتنعدم لي فيها اف بريم، دونك ابخي زيرو صافي بلوس وقبل الموان، يعني اف بريم هي هادي و اف هي هادي، مفهوم؟ دونك كيف ما عرفنا بان اف بريم كتحدد ليا هي التغيرات ديال الداله اف، الا كان الموا كتكون تناقصيه، كان البلوس كتكون تزايديه. وكيف ما عرفنا بان الليميت في بلس انفيني ديال الفونكسيون اف كتساوي ليا بلس انفيني، وفي موا انفيني عطاتنا بلس انفيني، مفهوم؟ و اف دو زيرو كيف ما شفنا هنا انها كتساوي ال ان دو دو، دونك ال ان دو دو، مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو جدول التغيرات ديال الدالة اف. انطلاقا من هذا الشيء يمكن لي رسم السيد اف، ولكن السيد اف خصني ندرس الفروع اللانهائية، مفهوم؟ واخا الدرس ما درناش في هذه الفيديوهات اللي في هذه المجموعة ديال الفيديوهات اللي درنا، ولكن غادي نحاولوا ندوزوهم حيت كاين دابا اللي قرا داك الشيء، وغادي نحاولوا حيت دابا نتوما قريتوا هاد الدروس هادو، غنحاولوا ندير واحد الفيديو بخصوص هاد الفروع اللانهائيه كتذكير ليهم باش نحاول نفهمهم، ولكن هاد السؤال هذا غنحاول نجاوبوا عليه. خصني نحاولوا نرسموا هاد الداله هذه. انطلاقا من جدول التغيرات كتبان لي اف كيفاش دايره، مفهوم؟ عندي هنا مماس افقي في النقطه 0 ال ان دو دو، وعندي ان اف بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني، في مول لانفيني كتعطيني بلس لانفيني، يعني دراسه فروع اللانهائيه، حيتاش اصلا فروع اللانهائيه اصلا ملي كنلقى ليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس كيعطيني بلس لانفيني، هنا ما يمكنش نقول والو، يعني كنمشي نحسب ليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس، هنا كيعطيني دي كونديسيون، سواء عطاتني ا سواء عطاتني زيرو سواء عطاتني لانفيني. الا عطاتني لانفيني سينا فرش جميل، عطاتني واحد النقطه ا كنمشي نحدد، كنمشي نحسب اف دو اكس موان ا اكس في لانفيني، عطاتني زيرو يعني واحد المقارب باتجاه محور الافاصيل، مفهوم؟ دابا هاد الكونديسيون غنحاولو ندرسوها، يعني نحسبو الليميت ديال اف دو اكس سيغ اكس. وكيف ما شفنا ان الليميت في بليس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي الليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي ليا موان لانفيني بليس لانفيني، دونك الشباب يعني ميمكنش نعرف كيفاش دايره اف، يعني كيفاش نرسم السيد اف. والقاعده ديال التمثيل ديال الدوال، ملي كنحسب الليميت في لانفيني كتعطيني لانفيني، كنمشي ديريكتومون نحسب الليميت في لانفيني نفسها ديال اف دو اكس سيغ اكس، ياك الشباب؟ القاعده اش كتقول؟ ان
الا عطاتني واحد النقطه ا، في حاله عطاتني واحد النقطه ا في حاله عامه هذه، لاش كنرجع كنمشي نحسب الليميت في بلوس لانفيني ديال اف دو اكس موان ا اكس، مفهوم؟ الا عطاتني في هذه الحاله الثانيه كتساوي لي بي، الا عطاتني واحد العدد بي و ا، دونك المستقيم المعادله ديالو y كتساوي ax بلس b هو مقارب مائل، مقارب مائل معادلته هو هذه بجوار هذيك لانفيني فين حسبت في بلس لانفيني، الا كانت بلس لانفيني دونك بلس لانفيني، كانت موال لانفيني كندير موال لانفيني، دونك في حالة هاد بي هذه عطاتني لانفيني، حسبت الليميت في الحالة الثانية، حسبت الليميت في بلس لانفيني في اف دو اكس سور اكس عطاتني ا، حسبت اف دو اكس موان اكس عطاتني بلوس لانفيني، دونك اف دو اكس موان اكس كتساوي ليا بلوس او موان لانفيني. فهاد الحالة هادي كنقول بأن اف او سيد اف يقبل فرع او له فرع شل جميع تجاهه او بجوار هذاك المستقيم للمعادله ديالو، ماشي ا اكس بلس بي غير ا اكس، معادله دي تساوي ا اكس، او هذا كتسمى داله خطيه يعني المار من اصل المعلم، مفهوم الشباب؟ دونك فرع جانبي بجوار هذه باتجاه بلس لانفيني ام موان لانفيني، مفهوم؟ دونك في حاله ان الليميت ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس عطاتني زيرو، الى عطاتني زيرو هنا كنقول بان اف يعني مقارب باتجاه محور الافاصيل، سيد اف يقبل او له مقارب باتجاه محور الافاصيل، محور الافاصيل، مفهوم؟ يعني هذه هي الدال، هذه هي هذا هو المعلم، دونك اف غتكون بحال هذا الشكل هذا. دونك الكونديسيون الاخرى الى جاب لها عطاتني اف دو اكس سور اكس عطاتني هاد ا، هذه عطاتني لانفيني، دونك فهاد الكونديسيون ليميت في لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس كيف ما قلنا بانها كتعطيني ا، الى عطاتني ا كندير اف دو اكس مو ا اكس، الى عطاتني زيرو كان كتعطيني زيرو يعني مشى ليا هاد لابارتي مشات ليا، فهم؟ يعني كتبقى ليا في لانفيني يعني يقبل مقارب، في حالة لا كانت ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس عطاتني لانفيني بلوس او موان لانفيني، مفهوم؟ يعني السيد اف يقبل فرع شل جميل، فرع شل جميل باتجاه محور الأراتيب، اتجاه محور الأراتيب في اتجاه بلوز أو موان لانفيني، يعني باتجاه أو بجوار هاد لانفيني هادي، مفهوم الشباب؟ يعني هاد لي كونديسيون هادو غنحاولو نديرو عليهم واحد الفيديو باش نحاولو نشرحوهم مزيان. دونك حنا بغينا غير نحسبوا الليميت ديال هاد الافه اللي عندنا، كيف ما حسبنا ان الليميت في لانفيني عطاتني لانفيني، دونك نحسب الليميت ديال اف دو اكس سور اكس، رجعوا للتمرين ديالنا اف دو اكس سور اكس اش كتساوي لي، هي الليميت نحسب هي الاولى في موال لانفيني حيت هي اللي لقيناها سهله، اف دو اكس سور اكس تعطيني هي موان زان دومي بلوس ال ان ديال اكس بونونسيال اكس بلوس 1 سور اكس، مفهوم؟ دونك هاد الليميت هادي غتعطيني اكزاكتومون اللي هي موان زان دومي، مفهوم؟ حيتاش هادي غادي تمشي ليا لزيرو، دونك سي موان زان دومي، يعني عطاتني واحد العدد اللي هو ا، وكيف ما شفنا في القاعدة كندير اف دو اكس موان ا اكس، دونك سي تادير كو ليميت موان لانفيني ديال اف دو اكس موان ا اكس كنحسبها، سي تادير نحسب لي ليميت هي اف دو اكس موان اكس يعني موان زان دومي اكس plus ln de exponentielle x plus 1 moins moins 1 demi x يعني هي plus 1 demi x اش غادي تعطيني؟ نرجع للصفر moins 1 demi x plus 1 demi x غتمشي ليا معاها، غتبقى لي غير ليميت في موال لانفيني ديال ln exponentielle x plus 1 اللي غتعطيني انها كتساوي ليا زيرو، مفهوم؟ ليميت في بلس لانفيني ليميت في لانفيني كتعطيني ln de x ليميت في لانفيني ديال اكسبونسيال اكس كتعطيني في مول لانفيني هي زيرو، ان ان دو ان صافي زيرو، بون كيف ما قلنا بان الليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس اذا عطاتني واحد العدد اللي كيساوي لي زيرو فانه يكون يقبل مقارب،
يعني الحالة اللي عندنا اللي هي ليميت موا لانفيني ديال اف دو اكس موا او بلوس ان دومي اكس كيعطيني زيرو. هذا يستلزم ان السيد اف يقبل مقارب ذو المعادلة. المعادلة دي وشنا هي؟ اللي هي ان دومي اكس ان دومي اكس بجوار موال لانفيني او بليس لانفيني، مفهوم الشباب؟ او موان زان دومي مقارب ذو المعادلة موان زان دومي اكس، حيتاش عطاتنا هنايا ان دومي حسبنا موان زان دومي اللي عطاتنا هنايا، يعني المعادلة ديالو اللي هي إيكغاي كتساوي ليا موان زان دومي إكس. دونك هذه هي المعادلة، أو هذه هي المعادلة ديال المقارب المائل، مفهوم؟ إف يقبل مقارب ديال المعادلة إيكغاي يساوي موان زان دومي إكس بجوار موان لانفيني.